أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك الآلاف من طلبات الجامعات والمعاهد والمدارس في محافظة ذي قار في إحياء الذكرى السنوية الأولى للمد الطلابي المساند لثورة تشرين، حيث خرجت مسيرة طلابية حاشدة انطلقت من تقاطع البهوي باتجاه ساحة الحبوب في الناصرية للمطالبة بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية، وللتأكيد على مواصلة ثورة تشرين حتى تحقيق المطالب المشروعة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات المد الطلابي في الذكرى الأولى للمد الطلابي بمحافظة ذي قار. كما علق ناشطون وعراقيون على منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع التظاهرات الطلابية في ذكراها الأولى. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات على منصة فيسبوك. غفران قالت: منصورين بعون الله. علي قال: الله يحفظكم من كل شر يا ربي، عاش العراق والله أكبر. نور هاشم: ثورتنا باقية ومستمرة، الله يحفظكم يا أبطال يا شجعان يا فخر إنا. علاء السعيدي: كل الشعب العراقي متفق بأن الطبقة السياسية فاسدة. تجددت التظاهرات في العاصمة بغداد تأكيدا على استمرار ثورة تشرين واستذكارا لشهداء الثورة، وأكد المتظاهرون إصرارهم وصمودهم على إكمال مسيرة الشهداء وأنهم لن يخونوا تضحياتهم من أجل المطالب المشروعة. دعونا نتابع هذا المقطع من العاصمة بغداد. بروح الغيوم كل من عراقي، بروح الغيوم كل ما اريد اكتب لك حروفي، كل ما اريد اكتب لك حروفي، تشتعي النار وغير اوراقي، تشتعي النار. يلا هاي شبابك يا وطن، هاي هاي شبابك يا وطن، هاي. وفي الذكرى السنوية لاستشهاد المتظاهر صفاء السراي، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي واسم ذكرى استشهاد صفاء السراي وفاء له ولجميع شهداء ثورة تشرين. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. أنس غرد وقال: لم يمت ذلك الذي تهشم رأسه، بل عاش بيننا حرا خالدا. ذكرى استشهاد صفاء. ألا غررت وقالت: صفاء ثورة، صفاء فكرة، والفكرة لا تموت. أحمد صبري قال: حر لآخر لحظة. ذكرى استشهاد صفاء. ضحى قالت: ذكرى استشهاد صفاء، الحرية ستبقى رمز لحب العراق. ذكرى استشهاد صفاء السراي. نذهب إلى البصرة، وبالتحديد في ساحة اعتصام البصرة، حيث أكد ثوارها في بيان لهم طردهم للميليشيات المسلحة من ساحة الاعتصام بعد محاولتهم اقتحام الساحة، مؤكدين
تواطؤ القوات الحكومية مع تلك الميليشيات، كما بين المتظاهرون بأن تلك الانتهاكات تدل على استهداف الميليشيات التابعة للأحزاب للمتظاهرين، بالإضافة إلى قيامها بعمليات الحرق في المحافظات المنتفضة، وشددوا على تمسكهم بسلمية ثورتهم ومواصلتهم للاعتصام حتى تحقيق جميع المطالب. دعونا نتابع جانبا من بيان معتصمي البصرة. بعد استمرار السلمية في محافظة الأحرار البصرة الفيحاء يومين على التوالي، وبعمل مشترك من قبل ناشطين ومتظاهرين من داخل الساحة، حدث ما لم نتوقعه حدوثه، دخول مجموعة ضالة تابعة للأحزاب الفاسدة حاملين معهم أسلحة نارية، قاموا باستفزاز المعتصمين. وهنا نود أن نبين إن القوات الأمنية خذلتنا مرة أخرى ولم تقف معنا، وهنا نود أن نبين إن القوات الأمنية خذلتنا مرة أخرى ولم تقف معنا، ولكن أبطال البصرة الأوفياء كانوا لهم بالمرصاد وتم طردهم من ساحة العز والكرامة، وهذا شيء دل على أن من يقومون بالحرب وضرب القوات الأمنية وافتعال الفتن كما حدث في محافظتنا هم الأحزاب نفسهم. ثورتنا سلمية، لن نتراجع، لن نخون دماء الشهداء. ونتابع، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم مو انسحاب ولكن تنظيف للتعبير عن تمسكهم بالثورة وعدم التنازل عنها، رافضين محاولات الميليشيات والأحزاب بتشويه صورة التظاهرات. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت هذا الوسم. صادق قال: ثورة تشرين ليست حراكا ليتوقف أو تظاهرة حتى تنفض، أراها خطا عميقا فاصلا بين كل ما مضى وكل ما سيأتي، مو انسحاب وإنما تنظيف. أحمد كاظم قال: كم أرعبتهم هذه الثورة، لن تنتهي إلا بنهايتكم أيها الساسة القذرين، كما قال مو انسحاب وإنما تنظيف. علي قال: العراق باقي وأنتم راحلون يا ذيول إيران. تقى قالت: الثورة مستمرة لحد ما يصير اللي يريده واللي يريد الشهداء، مو انسحاب وإنما تنظيف. وجه مواطن عراقي في مقطع فيديوي عدة تساؤلات عن فساد الحكومات المتعاقبة ما بعد عام 2003 في ظل الخراب الذي تعاني منه البلاد وتدهور التعليم وسوء الخدمات وارتفاع مستوى الفقر في العراق والمستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الأجهزة والمستلزمات الطبية وعدم توفر فرص العمل للخريجين. دعونا نتابع تساؤلات المواطن العراقي. كل ما تحكي وياه قال لك التظاهرات خطة لحرق الوسط والجنوب، على أساس الوسط والجنوب قبل التظاهرات كان سويسرا، لكن الوسط والجنوب ما بي شارع نموذجي واحد، مدرسة نموذجية واحدة ما بي، مستشفى مال أوادم تعالج بيها ما بي، متنزه ترفيهي واحد ما بي، معمل بيحض ما بي، مصنع ما عدنا، شنو البي الوسط والجنوب؟ زين ليش ما تقول الأحزاب صار لها 20 سنة هي خطة لحرق الوسط والجنوب؟ ب20 سنة ما قدروا يسووا لك شارع نموذجي مثل باقي الدول، ب20 سنة ما قدروا يبنوا لك مدرسة نموذجية وحدة تعلم بها أطفالك، بينما المنافعهم الخاصة بنوا مئات المدارس بالوسط والجنوب. صرت غصبا عليك إذا تريد تعلم ابنك صح تروح تودي للمدرسة بمليون دينار بالسنة. صار لهم 20 سنة ما قدروا يوفروا لك كهرباء، خوش عايفيك بالحر وبالبرد وما يوفروا لك كهرباء، بينما مكاتبهم وبيوتهم مولدات كاتم بالباب وما يدرون لا بالصيف ولا بالشتاء. 20 سنة ما طوا قطعة أرض، والعراق 3/4 صحراء، قطعة أرض 200 متر ما طوك إياها، بينما إلهم صارت مكاتب وبيوت وقصور وبأرقى مكانات العراق. زين أنت تتخرج ما تلقى تعين، ما تتعين، بينما ولدهم شهادة ابتدائية شهادة متوسطة إعدادية مدري شنو تلقاه متعين بأرقى مكانات الدولة. تفاعل العراقيون مع هذا الفيديو، ومنهم من علق وقال: دعونا نتابع. صباح علقت: صح لسانك بس تحكي ويا منو، هم بدون إحساس.
أبو يوسف حسين قال لا حياة لمن تنادي. صباح فياض قال تبا لكم ولأحزابكم الفاسدة. عادل العبيدي الله ينتقم منكم دمرت البلد. والآن نذهب إلى أنت ترى. وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين عبر الأرقام المخصصة لهذه الخدمة مقطع فيديوي لمعاناة أهالي حي العسكري منطقة 21 في محافظة بابل من تراكم المياه الأسنة وعدم تبليط الشوارع، مؤكدين بأن المنطقة من المناطق المنسية ولا يزورهم المسؤولين إلا في وقت الانتخابات. شكى أحد المواطنين من تلكؤ المشاريع في منطقتهم علما بأن أهالي المنطقة بادروا بالتبرع في 34 شاحنة من التراب على حسابهم الخاص، ولكن قامت البلدية بحفر الشوارع وأخذ هذا التراب. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. الحي العسكري الواحد وعشرين بالذات، الواحد وعشرين بالذات، أي لا محافظ يندن ولا قائم مقام يندن ولا أحد يعرفنا وين صايرين، بس وقت الانتخابات يعرفونا ويجونا. زين سبويسات عندنا انهم شالوهن باعوهن. زين وهسه ما عندنا طريق نفوت، اذا مطرت الدنيا الا طياره، الله وكيل الا طياره يلا تنقذنا. خلي يشوف المحافظ، خلي يشوف قائم مقام، خلي يشوف مدير بلديه وين جاي تروح هاي الفلوس 30 مليار للمسير، وينها وينها كلها راحت؟ ماكو، كلها شالوها اخذوا النوب السبويسات. أنا ذا ب 34 سكسة قدوهن. زين خلي يطلع المحافظ يشوف هالدنيا هاي، هل الناس كلها حرامية؟ عمي ما يسوي لنا شغل، الله وكيل ما يسوي لنا، ووعودات كذب بكذب. 34 سكس أنا ذا بسبويس اجوا النوب نزلوه صار نقرة، بعد لا يرهم لنا لا طبخ ولا شو، الله وكيلك إلا بالطيارة، بس تمطر الدنيا إلا بالطيارة يلا نفوت. زين ما او اي محافظ اي وزير خليجي يشوف المعاناه مالتنا. زين ما يصير عمي، يا التزمه يطلع حرامي، يا التزمه يطلع حرامي. زين خلي يشوفونا شاره، يقولون مو عراقيين، والله عمي خلي نشيل نهج. أهلا بكم من جديد. يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدعون بأن الملاكم الشهير مايك تايسون ورياضيين آخرين قاموا بأداء صلاتهم في مقهى لا يستقبل المسلمين والسود، إلا أن الادعاء خطأ، فالفيديو تم التقاطه قبل مدة في صالة رياضية يملكها تايسون في منشأته التي تدعى تايسون رانش. دعونا نتابع. لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. غرد ناشطون عراقيون على منصة تويتر تحت اسم مسيرة مهندسي الكهرباء للتثبيت تضامنا مع موظفي عقود وأجور وزارة الكهرباء المطالبين بحقوقهم بالتثبيت على الملاك الدائم. دعونا نتابع بعضا من التغريدات حول هذا الموضوع.
مينا غررت وقالت انصفونا نحن مهندسو عقود وأجور وزارة الكهرباء، مسيرة مهندسي الكهرباء لتثبيت. انج مروة قالت مسيرة مهندسي الكهرباء لتثبيت، مطلبنا التثبيت لأنه حق من حقوقنا ولن نتنازل عنه. عقود وأجور وزارة الكهرباء يطالبون بالتثبيت. زينب غررت وقالت صامدين ومستمرين باعتصامنا ومظاهراتنا حتى تحقيق التثبيت. أفيان بدأنا مسيرتنا منذ شهور ولن نتراجع حتى نحقق مطلبنا بالتثبيت، مسيرة مهندسي الكهرباء للتثبيت. والآن نذهب إلى القصص المنوعة. جئت لاستعادة ما سرق من أفريقيا، قالها مواطن أفريقي حيث قرر استرجاع القطعة المعروضة في متحف اللوفر الفرنسي التي وصفها بالمسروقة. دعونا نتابع هذا المقطع مع موقع إيجبلاس عربي. Assassiné. Je rentre à la maison avec ces patrimoines qui a été volé, pillé. Je ramène en Afrique tout ce qui a été volé alors que le sang des Africains coulait. Et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Quand on s'approche de ces bâtiments, on entend des cris des femmes, des cris des enfants quand on entre là. Et ce sont ces cris-là, c'est tout cet environnement-là qui nous a poussés à dire maintenant il faut faire quelque chose, il faut arrêter ces cris, il faut stopper ces processus de violence. Dans cette histoire, qui est le voleur? Le voleur, c'est celui qui soustrait quelque chose de façon frauduleuse. Moi, je suis l'héritier légitime, héritier biologique, administratif, identitaire et culturel de ces patrimoines. تستمر الحملة الفرنسية للإسالة للإسلام والمسلمين ولنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. بالمقابل يستمر الغضب العارم في البلدان العربية والإسلامية احتجاجا على هذه الحملة، حيث خرجت احتجاجات غاضبة في بنغلاديش ضد استفزازات ماكرون للمسلمين. دعونا نتابع جانبا من هذه الاحتجاجات مع تقرير لمجلة ميم. ايه توهيد انت جهدار الشهرة قلو ده كنان
ايماني جذب دکنن যদি জনতা নেমে যায় দূতাবাসের একটাই থাকবে না في نفس السياق دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعبه لمقاطعة البضائع الفرنسية. دعونا نتابع المزيد مع تقرير لموقع أنا العربي. satın alınmayın diyorsa sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin. Bunları satın almayın. Ben burada milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara مع هذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.